تنظف، الظاهر انها في محاضرة كان يعني الشباب متفاعلين، وقدامي واحد من ساكت وقال كذا معصب، فقلت الله تنشر يعني غلطت عليه ولا قلت له شيء ولا، فكل ما جبت يعني موقف ولا طرفة الناس تضحك وانا ما يضحك، فسبحان الله وانا قاعد امثل يعني تمثيل اتكلم عن الاغاني وكذا، وتمثلت يعني الفنان كذا ضحك، ما عجبت الذي في الاخير سبحان الله طبعا بعد ما انتهت المحاضره جيت سلمت عليه لانه من الصم والبكم جزاه الله خير، فما كان يستوعب ايش انا قاعد اقول ولا كان في مترجم الا بالاشاره. نعم. إيه الا بالاشاره، ويوم قلت كذا فهمها هو. نعم نعم جزاه نعم الله خير. فكان حريص مع انه اصم ابكم الا انه حريص انه يحضر المهمه. نعم. جاهز. نعم.